ده مين ده؟ حاضر. ما لقوش اللي انت علشان يبعتوه؟ شفت الزمن؟ عايزه ايه؟ من على الباب كده؟ سوري هالتحية، قولي لي انت جايه ليه؟ يعني هكون جاي استلف فلوس منك مثلا، ثانية فين؟ ثانية؟ ثانية؟ يا نعم. بنت بدر عايزك. انت مخطوفة يا بنت؟ وده مين ده يا اختي اللي يقدر يخطفني؟ امال بتهببي ايه هنا؟ ابويا وحشني، قلت اجي اشقر عليه. ابوك ايه يا اختي؟ انت حصل لك ايه في مخك؟ احنا ما عندناش اب عشان يوحشنا. احنا ما عندناش غير امي يا ثانيه. واذا سمعتك بتقولي الكلام ده هتطب ساكته. بقول لك ايه يا اختي؟ الكلام ده يسر عليكي وعلى عليا، لكن انا لا. عشان انا اللي بصرف. انا الوكاله اللي الكل بيغب منها، وانا بقى ماليش بواب. واللي بيطق في دماغي بعمله. وانا بصراحه ما صدقت عرفت مكان ابويا، وكان وحشني قلت اجي اقعد معاه شويه. تعرفي ايه انا ابوكي اللي وحشك ده؟ ليه يا ماما؟ لو انت فاكراني من دورك انت وعليا ولا ايه؟ انا اكبر منك ومن علي، يعني عاشرته وبحبه قبل ما امك ما تطرده من البيت. وبعدين هو انت يعني شايفاني جيت عشت معاه ولا سمعت كلامه؟ انا بس محتاجه لشويه طبطبه وما صدق. لا يا حبيبتي، لو عايزه طبطبه ابقي تعالي لي وانا طبطب عليكي للصبح، انما تيجي للي واكسنا لا. امشي يلا قدامي يا سيدي. مش ماشي يا تحيه الا بمزاج. وانا بقى محدش له كلمه عليا، حتى اشرف بذات نفسه ملوش كلمه عليا. بقى كده؟ كده. طب خليكي فاكره يا ثانيه ان انا قلت لك تيجي معايا بالذوق وانت اللي رفضتي. يعني بدري ما بيجيش، متاخر ما بيجيش. نبدا البروفه من غيره يا ريس، شكله مش هيظهر الليله. هنشتغل المشهد التاسع، يلا يا دوريه. نجهز. المفروض دلوقتي نازله على الارض بتمسحي، تمام؟ خليك. الشقة غلط. أنا مش قلت لك الشقة غلط؟ وأنت عرفت منين أنا عايز مين؟ البيت ده ما بيدخلوش رجالة. والله. أمال مين ده؟ ده أشرف. أنا من الأسرة. مش ده بيت تحية عبده برضه؟ مالها خير؟ طارق. خير في ايه؟ كنت قصدك في خدمه. معلش بقى، انت هتنام بهدومك، اصل احنا ما عندناش رجاله هنا خالص. تحيه. ايوه. عايزاكي خمسه. خليك براحتك هنا يا سكر. ها؟ السبت 10 مايو 1967، اليوم ذهبت لتسلم عملي بالجريدة، وقابلت فؤاد شلبي. وبالرغم من كل نصائح أمي في ليلة البارحة، إلا أن الأمر يبدو أنه لن يسير إلا بتنازلات أكثر بكثير مما ظننت. ملحوظة، لم أخبر أمي بالضرورة سوى ما أرادت أن تسمعه. بالراحة بالراحة يا أشرف. حاضر. معلش يا أختي سلامتك، إن شاء الله اللي يكرهك. مش داخلة دماغي أنا حكاية إن حد غير عبده دي هو اللي كان خاطفها. أهي عندك اسأليه.
اه بالراحه بالراحه بالراحه. هو الواد اللي جوه ده ادرك ولا ما ادركش؟ هعرفها ازاي دي كمان ياما؟ ما هو لو كان ادرك مش هيقعد لي في البيت ده دقيقه واحده. اه انا مش هاكل شحطه كمان، هو انا لا ياكلكم انتوا اصلا؟ اهو عندك جوه، اتاكدي بنفسك وبيقولي لي النتيجه. يلا يا بت تعالي. مش عارف بس شكله كده ادرك. في طارق رمضان ده يخصك؟ بلغت عنه. ايه ردودك على الاتهامات الموجهه ليك يا عيسى؟ اكيد منكرها.